السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني الرياضيين. بطولة أندية العالم، كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية، ستكون الأخيرة في هذه البطولة على النظام التقليدي الحالي اللي انطلق من تسعينيات القرن الماضي، واللي هو كان طبعا فقط مباراة واحدة بدأت الفكرة بين بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا. في التسعينات بنى البطولة الاتحاد الدولي وأصبحت بشكلها الحالي المعهود، في سنة 2025 راح تكون النسخة الأولى من النظام المستحدث الجديد ضمن توسعة للبطولة. طبعا البطولة راح تكون مثل ما قلنا 2025، وتقام أول نسخة من النظام الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية. هنا مشاركة 32 فريق، يعني راح تكون نفس عدد منتخبات كأس العالم بدءا من بالنسخ القديمة، لما كان العدد 32 فريق للمونديال قبل زيادته، فراح تكون بطولة أندية القارات 32 فريق، وقلنا أول نسخة راح تكون بالولايات المتحدة الأمريكية. تمام، طبعا راح تكون في أمري البطولة الجديدة راح تكون 32 فريق. توزيع الحصص القارات للأندية كالعادة أوروبا لها حصة الأسد، وهذا شيء طبيعي، واستحقاق 12 فريق من قارة أوروبا، 4 منتخبات من قارة آسيا، ونفس العدد من قارة أفريقيا، و4 فرق كذلك من منطقة كونكاكاف، 4 فرق كذلك، ومن قارة أمريكا الجنوبية 6 فرق، وشيء طبيعي هذا لأن قارة أمريكا الجنوبية معلوم أنه تفوق هاي الفرق القارات الثلاث المنصرمة، وأوروبا هي الأم. قارة أوقيانوسيا اللي هي تقريبا أقوى شيء بيها فقط نيوزيلندا اللي هي لا شيء أصلا، راح تكون لها فريق ممثل لها، نفس حالها في منتخبات كأس العالم لها ممثل واحد. هذه على مستوى توزيع المنتخب الأندية سوري. هسه راح تقولون نظامها كم سنة؟ طبعا صعب تكون كل سنويا ولا حتى كل سنتين، البطولة راح تكون 4 سنوات نفس مونديال كأس العالم، أغلب البطولات العالمية كل 4 سنوات. شلون راح يحسبون أبطال القارات إذا كل 4 سنوات؟ كنسخة أولى مبدئيا اعتمدوا على الأبطال المواسم كالتالي: 2000، 2021، 2021، 2022، 2022، 2023، وبعديا 2023، 2024. هذا يعرف لاحقا ذولا بطل كل قارة من هاي المواسم، ذولا هم راح يشاركون في النسخة اللي ب25. زين، كذلك راح تقول لي العدد ما يكمل بهيج بعد يراد فرق. نعم، هاي ايضا ما ننسوها، راح يكون 8 فرق ضمن تصنيف الاندية في العالم. العالم معروف انه اكو تصنيف للاندية خاص، ولو ما مشهور بس اكو تصنيف لاندية العالم، فراح تكون 8 اندية حسب التصنيف العالم للاندية راح يختارها فيفا من هاي الفرق. يضاف طبعا فرق عربية، شنو حص احنا بما ان احنا عرب، شنو او كم فريق عربي راح يشاركون اكيد في 2025، وربما يعني ممكن فريق عربي اخر او فريقين. طبعا مبدئيا احنا وجود 3 فرق عربية حاليا راح تشارك بال 25 اعتمدت، طبعا هي كثير اندية، ريال مدريد، مانشستر سيتي اعتمدوا في البطولة، كثير أندية مو يعني ما عندنا مجال نحصيها حاليا، راح تنشر هي بالمواقع راح تعرفون، لكن فرقنا العربية راح تكون 3 اللي متواجدة لحد الآن: الأهلي المصري بطل أفريقيا، الوداد المغربي كذلك بطل أفريقيا، لأن 3 نسخ قلت آخر 3 نسخ،
وعندنا الهلال السعودي بطل آسيا راح يشاركون، فعندنا الهلال والأهلي والوداد راح يكونون موجودين، ثلاث فرق عربية في هذه النسخة اللي راح تقام كما أسلفت في الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك الموسم المقبل اللي هذا راح نعرفه منو بطل القارات كذلك راح يضاف، فممكن بعد فريقين عربيين جدد يظهرون. هذا هو اللي موجود بهاي البطولة. مثل ما قلت راح تكون توسعة، يعني كثير بطولات جاي يطلعها فيفا والقديمة جاي يحدث عليها. أنا إذا سألتون من وجهة نظري هي الواضح البطولة تجارية، ترى هي كل التوسعة حاليا هي تجارية، يعني لا قصد تنافس ولا قصد شيء ولا قصد إمتاع أعتقد، لأن وين إحنا بطولة أوروبا وين بطولة القارات، كذلك القارة بحدها وين الدوريات وين بطولة المنتخبات وكذا اللي أساسا فيفا جاي يوسع بيها، وين هاي طلع إن بطولة القارات راح تكون 24 فريق لكن هي كلها تجارة. يعني هسه في أي يدور وين لو يذبل حجارة ويشوف جيب فلوس يريد هذا يطلع. فمثل ما قلت النسخة طبعا راح تكون بالولايات المتحدة الأمريكية بسنة 25، فأكيد قبل سنة من مونديال كأس العالم اللي تشارك بالتنظيم أمريكا مع كندا والمكسيك راح تكون أيضا استفادة لأمريكا في قدراتها للتنظيم، لأن مباريات كأس العالم معروف إنه أكثرها راح تصير بأمريكا ترى، وفيفا كذلك هو اختبار إله وهو يتمنى نجاح البطولتين يعني هن بإشرافه، والفرق تستفاد. يعني أمريكا معروف الملاعب، ما أعتقد الكل يعرف حتى اللي ما عايش بأمريكا الملاعب المطارات الكذا فرص، يعني بطولة بأمريكا أضمن نجاحها 1000000%، يعني أنا أخذوها مني أي بطولة بأمريكا فرص نجاحها 1000000%، مو 100%. فأتمنى الله يعطينا عمر ونشوف هاي البطولة الناجحة، وإن شاء الله أكثر من فريق عربي يحظى فرصة. راح تكون طبعا مجموعات وراح تكون بيها فرص ممكن فريق يقدم شيء مثلا وتخدم القرعة ويحقق نتائج ترتيبية. على مستوانا احنا العراقيين للأسف يعني هو كثير الأندية العربية يعني صعب انه تاخذ بطولة قارتها، فأعتقد انه احنا يعني يحتاج سنوات طويلة حتى ممكن نحلم انه فريق عراقي ياخذ بطولة القارة ثم يشارك في بطولة القارات، رغم انه راح تتوسع وتزيد. والله يوفق الأندية العربية اللي راح يشارك، وإن شاء الله الله يكتب لنا عمر وشوفون متعة راح تكون أكيد تكون بطولة جميلة. تحيات لكم وفي أمان الله.